طالبت بالمطالب الأربعة، وهو الإفراج عن الأبرياء الذين أخذت ظلموا بأحكام جائرة، وأخذت الاعترافات بالمخبر السري سيء الصيت، وبالتعذيب والإكراه الذي شهده الجميع. والنقطة الثانية هي معرفة مصير المختفين قسرا المغيبين الذين ذاقوا الأمرين، ذاقوا ويلات سيطرة الإرهاب على مناطقهم وتخاذل القوى الأمنية في الدفاع عن هذه المناطق، وويلات دخول الميليشيات المجرمة التي عاثت في الأرض الفساد في محافظاتنا. وطالبنا ولا زلنا وفي كل المحافل والاجتماعات وبكل قوة وأمام الجميع بمعرفة مصير المغيبين وتعويض ذويهم عما لحق بهم من أذى. والنقطة الأخرى وهي التوازن في أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والخدمية. نريد أن يتساوى العراقيون جميعا بالحقوق والواجبات، وأن لا نفرق بين مكونات الشعب العراقي، لأن أي ظلم على أي مكون يبقى هذا البيت غير مستقر، وليس في مصلحة من مصلحة أحد أن يكون العراق غير مستقر. ولذلك كانت النقطة الأهم والتي غابت عن الكثيرين وربما تخاذلوا، وهي خروج كل الحشود العسكرية من المحافظات السنية وتسليمها للقوى الأمنية المحلية، وهذا نطالب به نهارا جهارا أمام الجميع، ولا نخشى في الله لومة لائم. وكذلك إلغاء قانون المساءلة والعدالة من المعيب بعد 20 عاما. نحاسب من كان في الإدارة السابقة على منصب أو على عنوان، ونحاول أن نشتث ونحارب حتى عائلته في رزقهم وفي مناصبهم وفي حياتهم.